دلوقتي خلونا نطير بيكم على مدرجكم الافتراضي ونروح لفقرة الشارع الأبيض. أهلا بكم في الشارع الأبيض. شباب الزمالك عتاولة عبارة برهن عليها شباب ميت عقبة الصاعد اللي راهن عليهم مستر فيريرا، فكانوا على الموعد وأثبتوا كمان جدارتهم بارتداء القميص الأبيض أبو خطين الحمر. صحيح يا أحمد، يعني بنتكلم عن سيد نيمار، بنتكلم عن مطيب حسام عبد المجيد، بنتكلم عن محمد طارق، سيف فاروق جعفر، يوسف أسامة نبيه، محمد نديم، وأخيرا طبعا وليس آخرا محمد خضري، أحدث رهانات البروفيسور نماذج الحقيقة مبهجة جدا لمستقبل مشرق لنادي الزمالك، وأكيد وجه لهم الشارع الأبيض رسالة مهمة. تعالوا نروح نشوفها ونرجع مع بعض مرة تانية. طبعا الواحد فخور جدا بالاداء اللي احنا بنعمله الفتره دي الصراحه الموسم ده، وخصوصا اداء الناشئين، دي حاجه تطمن على اللي جاي. احنا اللي فات او الدوري اللي احنا فيه ده ان شاء الله يعني باذن الله حسمناه خلاص، ونقول مبروك طبعا على الدوري ده. فطبعا بنبص للي جاي، طبعا الناشئين هيبقى لهم دور كبير جدا جدا جدا، فدي حاجه تدل فعلا ان الزمالك ولاد، يعني الزمالك ولاد، ودي اهم حاجه الصراحه اطمنا عليها. نيمار وعبد المجيد واسامه نبيه، يوسف اسامه نبيه، لا ما شاء الله يعني جيل صاعد بيدل ان الزمالك كله عندنا ناشئين تقدر تكمل وتكمل وتكمل. دلوقتي الشباب بيثبتون ان قطاع الناشئين في امل كبير، في لعيبه، احنا مش محتاجين غير تدعيمات بسيطه ونطلع برضو الناس اللي من تحت، ونفسي يطلع لعيب يكون خليفه شيكابالا، لعيبه بنلعب هاف ليفت اكيد في موجود ان شاء الله، هي دي الذخيره بتاعت النادي باذن الله، وكده هتغني، ممكن تغني النادي انه يتعاقد مع اي لعيب اجنبي. يعني الذخيرة الحمد لله يعني برئاسة سيادة المستشار مرتضى منصور، يعني انه مهتم بالناشئين، ودي خطوة يعني بدأت الأندية التانية تقلدنا. يعني حضرتك بدأ الأندية الشعبية تعمل زي ما الزمالك كان بيعمل، يعني هو الزمالك دايما الرائد أو الرائد في كل حاجة. ربنا يكرمهم، مش عايزين إعارات، الفرقة مش محتاجة إضافات. نرجو من سيادة المستشار إن يحافظ على الفريق ده، الفريق ده فريق بطولات وهيعمل انجاز، وعايزين بطوله افريقيا، نفسنا في بطوله افريقيا. فريق الامل، يبقى هو دوت مستقبل النادي الزمالك، ده اللي قامه الخونه بعده، وابناء الزمالك هم اللي بيقوموا بيه، لازم احنا نبقى واقفين وراه. وخدوا دوري، الدوري ده بالنسبه للزمالك ده الاعجاز، ان نادي الزمالك يمشي منه كميه اللعيبه المحترفين دول واللي هم كانوا اعمده الزمالك، ويجوا ناشئين الزمالك يقولوا لا احنا البديل والبديل الكفء، يبقى هم دول اللي يقوموا الفتره الجايه بالنادي الزمالك. لعيبه رجاله طبعا، شرفونا وشرفوا نادي الزمالك طبعا، دي فكره عبقريه من الاستاذ امير مرتضى منصور والقائد فيريرا، ده بروفيسور، يعني الفكره دي يعني هتودي نادي الزمالك قدام 10 سنين باللعيبه دي، اللعيبه دي هتودي نادي الزمالك ان شاء الله الدوري في 100 عقبه 10 سنين قدام ان شاء الله. اللعيبه دي رجاله ويستاهلوا الدوري، وان شاء الله افريقيا السنه الجايه في الزمالك، اللعيبه دي رجاله.